لسه هذا التاسك يقول لي انه in assessing the relationship between a certain drug and certain anomaly in chick embryo, يعني يريد يقول لي تأثير الدراج فالدواء على يعني congenital anomaly, يعني عيوب خلقية بجنين الدجاج او الدواجن. يقول لي 50 يعني بيضة مخصبة انطيناها الدواء باليوم الرابع, وباليوم العشرين هن 50 انطيناهم هذا الدواء. يقول لي باليوم العشرين 12 من هذول 50 طلع لهم الابنورماليتي او الانومالي. فهسه شنو يعني, هسه هو خلص السؤال, خلص منطوق, خلصت المعطيات. بس هو بالمعطيات ايش منطيني؟ هذا السؤال تنطبق عليه قاعدتنا الذهبية سرح اللي غلسنا عليها, قلنا ما راح نحجيها هسه الا نجي عليها. هاي هنا هو من بوا على هالسؤال. وين السؤال؟ كل شيء ما منطي بس منطيني ارقام انه 50 فرتلايز و12 يعني 12 اوبزرف, يعني ما منطيني لا مين, لا منطيني ستاندرد ديفيشن, لا مال بوبوليشن ولا مال سامبل, كل شيء ما منطي. فهنا نبوا على القاعدة الذهبية مالتنا, يقول لي بحالة كل شيء ما مذكور بالمعطيات, نو مين, نو ستاندرد ديفيشن, لا من السامبل ولا من البوبوليشن, then here we're talking about proportions, سواء proportion واحدة or difference between two proportion حسب. بس هنا احنا دا نحكي عن شنو proportion. بس اذا يقول لي what is the outcome variable, هو الproportion. proportion مال شنو؟ مال النا الشيكن اللي صار عندهم الامبريوز مال الشيك اللي عندهم anomaly من all the fertilized egg, يعني 12 على 50 جزء على الكل. فهذا هو البروبورشن. ليش قلنا بروبورشن؟ لان كل شيء مو عندي, لا منطيني لا ستاندرد ديفيشن, لا منطيني مين, لا من السامبل ولا من البوبوليشن. فهسه هنا احنا بدنا نحكي عن بروبورشن قلنا. فهسه ذنبوا على الحل النموذجي, هو الاوتكم فاريبل از بروبورشن 12 على 50 اللي هو هذا جزء على الكل, فيطلع لي 24%. فيقول لي what is the level of measurement for outcome in SPSS. فهو قلنا هاي سؤال الخريط كل أرقام, فهو interval ratio scale. فهسا السؤال يقول لي is the population parameter stated, عندي شيء من ال population parameter, قايل لي شيء؟ كل شيء ما قايل لي. فأقول له no, كل شيء ما عندي, لا عندي standard deviation, لا عندي variance, لا عندي ميو, كل شيء ما عندي عن البوبوليشن. فهنا احنا راح نقول له is the population parameter stated, نقول له انه كل شيء ما عندي. السؤال الاخر يقول لي list the estimator for the parameter under study, انا الاوتكم فاريبل شنو مالتي؟ proportion. يعني الاستيميتر هو هم proportion, بس proportion مالت السامبل, فهو بيهات هسه راح نباوع. يقول الاوتكم فاريبل هو proportion, شنو interval ratio scale, عندي اشياء من البارامتر من population parameter, لا شنو مالتي الاستيميتر, هو sample of proportion. sample of proportion هو نفس ال outcome variable, بس ال outcome variable هذا مال population, هذا مال sample. الانتربريتيشن مالتي ايش راح يكون؟ يقول if هم 95% confidence interval كانت بين سالب او بوينت 23 and او بوينت 31, what is your interpretation. احنا قلنا الانتربريتيشن بخطوتين, الف وخطوة باء. خطوة باء نستعملها بس بالحالات الضرورية من عندي difference, خطوة الف دائما. فهسا نجي احنا عندنا difference, عندنا two proportion, لا عندنا بس proportion واحدة, فنستعمل بس خطوة الف. فشنو هي خطوة الف؟ نقول I am 95% confident that the population parameter or the proportion of the population is lying somewhere between سالب 0.23 and 0.31. أسكت لأنه ما عندي فرق, فما أجي على الخطوة باء اللي هي مال statistical significant, فمجرد أكتفي بهذا القدر. فيقول لي هنا بالحالة النموذجي شنو هو الانتربريتيشن؟ I'm 95% confident that the population parameter, the population proportion is somewhere between سالب 0.23 وسالب ومو سالب سوري الى 0.31. فنوت, we don't say there is a statistical significant or not because we're having one sample mean or one sample proportion. فقلنا ما عندنا difference, تمام؟
فهاي يعني خلوها ببالكم ابد لا تنسوها، هاي يعني مستحيل تنفهم، هي هاي مذكورة ترى بالمحاضرة، هذا الحكي كله بالمحاضرة باخر سلايد، هذه باخر سلايد هذا الحكي، بس مستحيل ينفهم بدون امثلة. احنا كل ما راح نحل امثلة اكثر كل ما راح تكون السالفة اسهل.